منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي في تصنيف فيفا الجديد 2024. تابع معايا عشان تعرف كل التفاصيل. حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن التصنيف العالمي للمنتخبات الذي يتم إصداره بشكل دوري، وتقدم المنتخب المصري مركزا في التصنيف العالمي، حيث أصبح يحتل المركز رقم 36 عالميا، ونفس الأمر على المستوى الإفريقي حيث احتل المركز الثالث. وتربع المنتخب الأرجنتيني على رأس التصنيف العالمي، وحل المنتخب الفرنسي ثانيا والمنتخب البلجيكي ثالثا. وعلى مستوى أفريقيا احتل المنتخب المغربي صدارة التصنيف بعدما صعد على حساب السنغال صاحبة المركز الثاني، وأصبح منتخب ليبيريا صاحب أعلى عدد صعود في النقاط والمراكز خلال هذا التصنيف، حيث صعد 10 مراكز دفعة واحدة. وجاء التصنيف العالمي العشر مراكز الأولى كالتالي: المركز الأول الأرجنتين، الثاني فرنسا، الثالث بلجيكا، الرابع البرازيل، الخامس انجلترا، السادس البرتغال، السابع هولندا، الثامن اسبانيا، التاسع كرواتيا، العاشر إيطاليا.